بس حصل عاوزك تعمل لي هنا شوية وبعدين صفر كويس عشان أول وش يبقى على نظافة. حاضر. الله ينور يا استاذ. عليك بنت حلال جيت في وقتك كنت هموت من الجوع. يلا يا استاذ الاكل جه. تفضل. ها اخبارك ايه؟ اخباري اتجنن. المهم انت يا حلاوه تخلصنا الشغل ده بسرعه. خير في ايه؟ في شغل جديد. تفرحيني قولي لي ايه؟ حل فول وطعميه اللي هو. هو ايه؟ خلاص البلد ما بقاش فيها غير محلات الفول والطعميه والكشري. ما هي دي بدائل اللحمه زي ما انت عارف، واتفقت لك مع صاحبه على كل حاجه. طيب تاكسي 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 الدوق يا بيه. مانيال يا اخويا مانيال. خلاص ما بقتش قادر استحمل، مش قادر اقف على رجلي من كتر التعب. معلش يا حبيبي استحمل، اول ما هنروح هحطهم لك في ميه وملح. بتتريقي؟ طب يكون في علمك بقى اول قرشين كويسين هيجولنا هنشتري بهم عربيه، حته كده مرسيدس او فولفو اخر موديل. سنة. بص بعد ما عملت الدراسة بتاعة ديكور محل الكشري لقيت انه هيطلع لنا 400 جنيه، هنصرف 200 وال 200 التانيين هنحطهم في البوستة لأي طوارئ. تعرف يا حنان انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي محاسب ولا مدير اعمال اجمل ولا اصرف مني. بلاش باكش بقى تلاقيك عايز تاخد مني العمولة. معقولة؟ انا جاهز. يوه كده بوظت حسابات الكشري. حنان نفسي بقى نخلف لنا بنت اموره وظريفه زي كده. مش دلوقتي. ليه بس؟ مش لما تخلص بيتنا ونحوش لنا قرشين نعرف نربي البنت كويس. هنربيها. بنت هتقل بسرعه مفيش وقت. على فين؟ على الدبرهولي بيه حبيبتي العقل. والله احبك يا ابيض. يلا بينا. على فين؟ انت هتروح بالمنظر ده؟ وايه يعني؟ عشان يعرف ان انا بتاع شغل بشتغل ليل ونهار. لا الراجل ده يهمه المظاهر قبل كل شيء، لازم تفهم نفسيه الزبون يا جدع. يعني دلوقتي نروح البيت نلبس ونتشيك ونروح نمضي العقد. ماشي يا قمر. يلا بينا. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك. مبروك يا مدام. شكرا يا فندم. مش عاوز بقى اوصيكم، انا عاوز الالوان تكون رايقه جدا لان المدام بتاعتي بتكره الالوان الغامقه، ويا ريت يا مدحت تعرض عليها الالوان في الاول. ايوه يا فندم، بس الديكور اللي انا هعمله. ايه كلام الدمنهوري بيه مظبوط 100%، احنا تحت امر المدام. ايوه حنان، بس انا الديكور لما بعمله اتاكد يا فندم انه كل اللي هنعمله هيعجب المدام جدا باذن الله، وانا جهزت لكم الدفعه الاولى. شكرا يا فندم.
انا افتكرت احنا النهارده لما كنا عند دمنهور البيت كنت كل ما اجي اكلمه انت يقول له تقطعي لي ليه؟ لان من اول نظره فهمت ان الراجل ده مراته مسيطره عليه، وعلشان نكسبه لازم نرضيها. برافو عليك يا حبيبتي، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. كفايه بقى، انا لسه ما سكرتش. امال يعني انا اللي شربت نص الازازه؟ لا حبيبتي، دي هي اللي جايه ناقصه. يا سلام، انا اسعد انسان في الدنيا جنب مراتي اللي انا بحبها. خلاص حطيت رجلي على اول السلم اللي هيوصلني لفوق فوق ان شاء الله. وانت يا حبيبتي احساسك ايه؟ انا بتمنى من ربنا ان احنا نبقى نحب بعض على طول، ومفيش حدا وحش يتفرقنا. اتفضلي يا حنان هاني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يجي صاحبها يودينا في داهيه. انت سكرانه؟ دي عربيتي انا اللي مشتريها. انا برضو اللي سكرانه. طب يلا بقى عشان خاطري، يلا عشان خاطري. لا برضو دي مش بتاعتنا. المهكعه دي بقى عربيتي، هطلقك بيت ثلاثه. حرام عليك يا مدحت، دي ما استحملتنا. دي ماركه يد زوبز. طب يلا اركب احسن انا اللي هزقك. طيب قاعده اخ على مهلك. هو فين الماركه؟ يلا بقى اربط الحزام. عارف يا حبيبتي، انا حاسس ان خلاص كل احلامنا هتتحقق، والفضل يرجع ليك انت طبعا. طب على مهلك شويه احسن، دوسه بنزين واحده هنبقى في خبر كده. مفيش يا حبيبتي، انت راكبه مع احسن سواق في بر مصر. انا دوب بسوق على 140 كيلو في الساعه. لا يا شيخ، هي تجيب 20. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لينا مين؟ خلي بالك بقى، سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا سوق بالراحه بقى. بالراحه يا مدحت. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت. حاسب 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 حاسب. We'll be right back.
سلام.
العربية من غير رخصة قيادة. السابق انك مختار لقيادتك السيارة بدون رخصة. كذلك اهمالك لقيادة السيارة بسرعة نجم عنها انك انت لم تستطيع ان تتفادي وقوع الحادث. هل لديك اقوال اخرى؟ ادخل. إشارة من المستشفى بتقول إن المجني عليه مات النهارده الساعة 8 الصبح متأثرا بالإصابة. يخلى سبيل المتهمة بكفالة 200 جنيه بضمان محل إقامتها. خلاص الحمد لله. معلش حتى كمان، أنت ما أكلتيش امبارح طول اليوم. وحياتك يا فلوس الكفالة كانت في جيبي. معرفش اللي كنت خايفة البركة عشانا. يا لو كنت سمعت كلامي ما كانش اللي حصل لك ده حصل. أنا مش ممكن أندم إني ضحيت علشانك. أنا اللي كان مخوفني فرقنا عن بعض. ما تتصورش الليلة اللي مرت عليا في القسم. ما كانش يعملني السجن. قعدت أفكر طول الليل. طب لو اتسجنت هتعمل إيه؟ وإزاي هنعيش من غير ما نشوف بعض؟ ومين هيخلي باله منك؟ ومن هدومك ومن أكلك؟ معلش ان شاء الله وضعي بسيطة وتخرجي برا. مش ممكن اوافق ابدا انك تبعدي عني ولو ثانية واحدة. مش ممكن اسمح لأي قوة في الدنيا تاخدك من حضني ولو دقيقة. يا حبيبي ابدا ابدا. مشكلة حكاية عدم وجود رخصة قيادة دي. بس يا ترى في امل يا استاذ مصطفى؟ يعني محتمل يكون في امل، وخصوصا ان في عوامل كتير في مصلحة المدام. زي مثلا الدنيا كانت ضلمة، الجو كان فيه شبورة، الراجل واقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها. ربنا يطمنك يا استاذ مصطفى. ممكن اعرف اتعاب القضية كام؟ والله يا استاذ مدحت القضية دي محتاجة لمجهود كبير زي ما انت شايف. انا مش هاخد منك كتير. 1000 جنيه بس. 500 مقدم اتعاب و500 عند البراءة ان شاء الله. في الحقيقة يا استاذ مصطفى ده مبلغ كبير قوي. يعني لو حضرتك تكرمنا شوية، اصل ظروفنا اليومين دول. القضية زي ما شرحت لك صعبة شوية، وخصوصا انها متعلقة بمستقبل المدام. يعني مستقبل مراتك ما يساويش عندك 1000 جنيه. النيابة عندما تطالب بأقصى العقوبة إنما تهدف بذلك لأن يكون هذا الحكم رادعا للمستهترين من أمثال المتهمة الذين يقودون سياراتهم وكأن الدنيا ملك لهم، غير عابئين بالكادحين من البشر ولا بأسرهم التي لا تستطيع الحياة بدونهم. شكرا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لقد اتهمت النيابة موكلتي بالطيش والاستهتار، وهذه صفات بعيدة كل البعد عن أخلاق موكلتي. وقد شاءت الأقدار أن تقود تلك السيارة ليلا في ظروف جوية قاسية، وقد عبر الطريق من أمامها فجأة المجني عليه، وليس أدل على حسن أخلاقها من أنها لم تحاول الهرب كما يفعل الكثير. لذا ألتمس من عدالتكم أن تضعوا في اعتباركم ما قد يسببه حكم قاس من تدمير مستقبل أسرة في بدء حياتها. شكرا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سيد علي بالسجن 7 سنوات.
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عطيات عبد الخالق بالسجن 6 شهور وغرابة 50 جنيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حنان ابراهيم السويسي بالسجن 3 سنوات وغرامة قرش ساق على سبيل التعويض. رفعت الجلسة. مش معقول. ما يمكن اسيبك تخش السجن وانت مظلومة. انا المسؤول يا حنان. لازم اتكلم. لازم اقول اللي حصل. كفاية محدش هيصدقك. اللي حصل حصل. وانا ما اقدرش ارجع في كلامي. مش ممكن اسيبك تترمي في السجن من غير ذنب. خلاص يا مدحت خلاص. دول 3 سنين وهيمروا بسرعة. عايزة لما اطلع الاقيك انسان ناجح وعظيم. وشركتنا بقت كبيرة. ما تأخرش عليا بالزيارة وتعالي بسرعة. وعدني. يلا بقى كفاية. حنان. بقى معقول الجمال ده كله يترمي في المدعوء اللي احنا فيه ده؟ ده حتى يبقى ظلم وقلة مفهومية. ما تتكلميش ليه يا حبة عين؟ ولا انت حسوقي القلطة من اولها؟ بس يا بنت انت وهي. محدش له دعوة بالقمر ده. محسوبتك ذكية ام جدعان. ودي ام لسان طويل دي اسمها سيدة النص. واللي ما تتسماش اسمها فهيمة. كلنا اخواتك يا جميل. جراية ذكية ما تتلمي. جراية وليا قتلت الرجالة. قولي لي يا حبيبتي اسمك ايه؟ حنان. حمام؟ ده انا نفسي فيه من زمان. جراية ذكية بتقولك اسمها حنان. احنا هنستعبط ولا ايه؟ طيب. يا حبيبتي انت باين عليكي مش وش الحاجات دي. احكي لنا حكايتك. فضفضي. مش ممكن اوافق ابدا انك تبعدي عني ولو سنه واحده.
بالك مني ولا تقلقك ابدا ابدا حبيبي. بالورقه والقلم ده شايل لك المستندات. طب لعلمك بقى الفلوس اللي صرف عليها دي فلوس ابويا مش فلوسه. يلا بينا. سمعت الكلمة دي منك تاني. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ومشروع الدمنهوري عملت فيه ايه؟ لسه ما بدأتش. مش عارف ارسم. لا يا باشمهندس، الزيارة الجاية انا عايز اشوف الرسومات كلها. وبقى هاتلي معاك الميزانية علشان اراجعها واظبطها لك. عشان عندي نقطة فراغ كبير قوي. حاضر. وحياتي يا متى، خد بالك من شغلك وانسى انا هنا في السجن. الخيارة ده. خلي بالك على نفسك يا متى. أنا عجبتني أوي التصميمات بتاعتك يا باشمهندس. ذوقك جميل وجديد. يا دمنهوري بيدي شهادة أعتز بيها. أهلا يا حبيبي، وحشتني. أخبارك إيه؟ صافي ناس، المدام بتاعتي. شرفنا يا فندم. أهلا. المهندس مدحت. مدحت ده من اكتشافي أنا يا صافي. أه؟ شاب مجتهد. وكمان المدام بتاعته. ست شاطرة أوي في إدارة الأعمال. اللي على فكرة يا باشمهندس ما عدناش بنشوفها ليه؟ هي مين؟ المدام. لا أصل المدام مشغولة شوية من دول. جلدين مفتوحة وجلدين مقفولة وعليها نقطتين مدورة زي الليمونة عشان ما تنسوهاش. ده أنت اللي بقى وشك زي الليمونة اليومين دول. ارحمي نفسك شوية يا حبيبتي. ايه رايك في القناة؟
شويه ونفسي غم عليا. يا حبيبتي قلت لك احمي نفسك شويه. كفايه كده النهارده. تعالي. مبسوطه يا حبيبتي؟ قوي. بس مهندس هيتفرغ لي عشان يخلص شغلك باسرع ما يمكن. كويس. ايه مالك يا باشمهندس؟ لا ابدا مفيش. ما تقوم ترقص معايا يا حبيبي. النخرس تعبني يا حبيبتي. قوم ارقص معايا يا باشمهندس. عشان النخرس تعبني. عن اذنك يا روحي. مش هتقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ اصل المكان ده ليه ذكريات عندي. ممكن اعرفها؟ اعفيني. طيب على كل حال لو كانت ذكريات وحشه حاول تنساها. احنا المفروض جايين بس تقولي مش كده ولا ايه؟ دلوقتي بدأت تمشي كويس. خلصت عملية الدمنوري ودلوقتي بدور على مكتب صغير. ما تتصورش قد ايه انا سعيدة النهاردة. اهو كده. مش عايزك تفكر في حاجة تانية غير شغلك وبس. بتبتدي كده في الاول وبعدين بتكبر. انا متأكدة ان هيبقى لك مكتب لوحدك. انت مدحت شاب ممتاز تستاهل كل خير. يا فندم تشريفك ليا النهاردة عندي اكبر مكسب. على مين تشريفي ليك النهاردة؟ ده له سبب. انا جاية لك بصفتي زبونة. وانا تحت امرك. من مدة انا نفسي اغير ديكور اوضة النوم. لكن كنت مترددة مش لاقي المهندس اللي ينفذ اللي في دماغي. اصل انا شخصيا ليا ذوق خاص نمكية قوي. علشان كده عايزك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. بس كده؟ ده انا في خدمتك. اتفضلي يا لا تقعد في المطبخ. تحت امرك. ما تجيش الا من دهلك. فاهم يا فندم. ها ايه رايك؟ الحقيقه انا ما شفتش بيت لا بالشياكه ولا بالجمال ده. لا انا خلاص زهقت منه. عايز اغير كل حاجه. ياه ما تستورش الديكورات والعفش ده هو قد ايه بيحسسوني ان انا عجوزه. مدحت انا عايزاك تعمل لي ديكور يحسسني كل لحظه ان انا لسه صغيره جميله عايشه. بس انا شايف ان خساره تغيري اي حاجه. ما يهمكش انا المهم اكون مبسوطه. طيب ممكن نشوف الدور اللي فوق؟
احتمال هو اللي يكون عاوز تغيير. تفتكر كده؟ تهيألي. بس على شرط. امرك. انا عايزك فوق تعملي كل اللي اطلبه منك. انا قلت لك ليه مزاج خاص. ومفرغة. دي كمان عاوزة تغيريها؟ ايوه. هو انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ مش عارفة ليه بقيت اكره السرير ده. بحس ان انا مدفونة فيه. مش نايمة عليه. خلاص. اذا كان شكل الاوضة هو اللي تعبك انا مستعد اغيرها لك. هعمل لك حاجة مودرن خالص. يا ريت الشكل يقدر يغير اللي جواي. انا حاسه بتعسة يا مدحت. مش عارفه ليه بتكلم معاك من غير تكليف رغم ان علاقتنا لسه جديده. لا 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 انا تحت امرك وانا يهمني جدا راحتك. انا نفسي في لحظه صدق. صدقني يا مدحت سندوتش فول وطعميه مع الانسان اللي بتحبه أحسن من فلوس العالم وأنت حاسس إنها سجناك محبوس. أنا تعبانة يا بيتا. أرجوكي أرجوكي يا مدام أرجوكي هدي نفسك أرجوكي. بالعكس أنا جوزي بيحبني أوي أوي أوي. ده أنا ساعات بيتهيألي إنه بيحبني أكتر من نفسه. والنبي الرجاله دول صنف الامال ده. اساليني انا. قال على راي المثل يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربان. يا اختي. لا بس مدحت ده حاجه تانيه. لما يكون في حب بين زوجين بيبقى لازم في ثقه. ثقه؟ ده انت على نيتك بشكل. يا خرابي على اللي جرالي يا خرابي. امال انا طبقت في زماره رقبه جوزي من شويه وقفت جنبه كبرت وسهرت وهننت ومننت لحد القرش ما جري في ايده سابني ولف على حته بيت مفعوصه. وعلى راي زكيه عمر ديل الكلب ما يتعدل. يا جماعه انتوا مش فاهمين اللي بيني وبين مدحت حاجه تانيه خالص. انا متاكده ان هيبقى لك مكتب لوحدك. مدحت انا عايزاك تعملي شكور يحسسني كل لحظة ان انا لسه صغيرة. علشان كده عايزك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. ايوه محاسن ابو الصدى. ايوه فايزة انور. ايوه زكية ابو الركب. حاضر يا جميل. كل اللي سمع اسمه يخرج للزيارة. من فضلك هو الاسبوع ده مفيش حد جالي؟ مادام ما سمعتيش اسمك يبقى محدش عبرك. يمكن شغل عطله ولا حاجه. انا خايفه لا يكون تعبان. قوليلي انت ما قلتليش انك حامل. خفت احسن يقلق عليا وينشغل وما يعرفش يخلص شغله كويس. من الله.
سلم دي هنا عشان تستلم الورقة دي. ليه هو مدحت جرى له حاجة؟ لا للأسف جوزك بعت لك ورقة الطلاق. طلاق؟ قريها عشان تتأكدي. ما يستاهلش دمعة واحدة من عينيك الحلوة دي. يا ما قلتلك يا حنان وما سمعتيش كلامي، ده صنف ملعون. اه يا ناري لو اشوفه. تلاقيه يا حبيبتي برم على واحدة تانية. الحمد لله انا خدت طاري بايدي وترميت في المدعوء ده. لكن مهما كان الواحدة ما بتقدرش تستغنى عنهم. والنبي انتوا اللي جايبين وجع القلب لنفسكم. اه لو تسمعوا كلامي. جرايا وليجة ما تتلم بقى. عليا النعمة من نعمة ربي اللي يدور عليكي يلاقيك راجل ولابس باروكة. انت مش هتهمدي لما ما انت من بتاع بقى البرشام اللي سحنه وشامه. مش حاسة بنفسك انك الرجالة. والله ما حسيت، والله ما حسيت. انا مقتنعة بمدحت وعايزاك تريحني وتريح نفسك وتوافق بقى. حاضر يا سيدي انا هريح نفسي، بس يعني ترجعي تاني كل ده ما قلت من الجوع يا عمي. ده بيضربني يا عمي، مش هترجعي البيت ده تاني، خصوصا انك هترجعي وانت مطلقه، يعني سعرك هيقل في السوق. فكري كويس، لو خرجت من البيت ده واتجوزت الواد الصايع ده مش هترجعي هنا تاني. فاهمة؟ مش هرجع، مش هرجع حتى لو مت من الجوع. ده جوزي وبيحبني وعايز يتحمل المسؤولية لوحده. بعدين معاك يا حنان. قولي ورايا يا ست سمناس. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مش عايز اعيش، مش عايز اعيش. وعلى مذهب الامام ابي حنيفه. قبلت زواجك على سنة الله ورسوله. زهقت منه؟ تأكد انه مش هيلاقي حنان زي حنانك ابدا. انا عايزاه يتربى بعيد عن جو السجن. تأكد انه على عيني انه يبعد عن حضني. بس عشان صحته ومستقبله لازم يبعد عن هنا. خلاص مادام عاوزه كده. انا مش عايزه يا حبيبي. بس اعمل ايه؟ انا هبعت لابوه يجيني وهنفهم. ازاي تفكر انك تستلم الولد؟ ده ابني يا صافي. شعرفك انه ابنك، ليه ما قلتلكش انها كانت حامل؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني يمكن تكون غلطت وعايزه تلبسك الولد. غلطت؟ غلطت ازاي وهي في السجن؟ معرفش بقى. بعدين مش معقول اكون بتجوز علشان اعيش ولسه فتره من حياتي تجيب لي عيل عشان اربيه. ايوه بس انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ تنسى كل حاجه. وبعدين هي امه ممكن تراها احسن مني ومنك. انا مش عايزك تفكر في الموضوع ده. احنا مش اتفقنا ننسى كل حاجه ونبدا انا وانت حياتنا من جديد؟ الولد تعبان قوي، عنده نزله معويه حاده. ايه
كيف حالك؟ النار اللي في قلبي هو انا هنا زي امك يا حبيبتي يا حبيبتي انا نسيتك العنوان تفوت عليا عشان اطمن عليك وعلى احوالك اتفضلي يا ستي ادي غويش وادي خاتم وادي الدبله وادي السلسله والخاتم فيها خدي خدي زي باب المين ما اشوفش وشك هنا تاني بالسلام خدت أماناتك؟ أيوة اتفضل يا عم جابر صباح الخير يا ست هانم من فضلك عايز رغيفين وربع جبنه بيضه فوق فوق فين يا ست هانم فوق في شقتي في شقه 16 مين ست حنان الف حمد لله على السلامه اتفضل مالك يا عم جابر يا ست الشقه باعها سمعت حد اديلها يجي سنه وزياده باعها باعها ازاي دي شقتنا ما انا عارف اتفق مع صاحب البيت ادالى قرشين وغير له العقد الدنيا فلوس يا ست هانم المناقصة دي مهمة جدا بالنسبة لي لو أخدتها
هقدر اثبت وجودي انا وشركتي في السوق. بعد كده هيبقى سهل جدا اني اخد مشروع المدينة السكنية. انت خلاص مبقاش في عندك كلام غير مشاريعك وفلوسك والمدينة السكنية؟ نسيت انك راجل متجوز، مراتك محتاجة شوية اهتمام منك. انت عارفة كويس ان اهم حاجة في حياتي هي شغلي. انا ما اتجوزتكش عشان اقعد طول النهار والليل لوحدي ولا اقعد ارغي في التليفون لغاية ما اسهق او اكلم نفسي زي المجانين. انا قلت لك يا بني ادم عايز اعيش، انا عايز اعيش اعيش. انا ست غنية، انما انت خلاص الارقام نحست مخك ما بتشبحش، كل ما بتوصل للرقم عايز اكتر واكتر واكتر. الارقام هي مقياس النجاح، وانا احب ابقى ناجح. ما عنديش استعداد اقعد جنبك، هدور على كلام فارغ اقولهولك. مفيش منك امل. وبره العربيه دي يا اسطى من فضلك. فريرة كلمت وزير الاسكان في الموضوع ده وعدني ان هو هيصرف لنا الكميه اللازمه خلال يومين ان شاء الله. الو؟ ايوه يا فندم موجود. المدام. الو؟ اهلا يا حبيبتي. لا 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 مش هتاخر، مسافه السكه يا دوب. طيب يا حبيبتي مع السلامه. مش عاوزين مني حاجه تانيه؟ نقدر نشتغل يا فندم. شكرا يا فندم. نفسك 200 جنيه مكافأة. متشكر قوي يا فندم. كنت عاوز سيادتك تشرف لي شوية في الصالة بتاعتي. هتلاقي جو يعجبك قوي. هيحصل. بس معلش اليومين دول أنا دماغي مشغولة شوية. ما هو عشان كده عايز أروقها لك. أنت عظيم في كل حاجة يا حسن. متشكر. وإن شاء الله السنة دي بإذن الله هيتم نشاطنا الجميل.
ارجع بينا المكتب تاني. طيب اقدر اعرف راس مال الشركه قد ايه؟ راس مال الشركه مش اقل من 2 مليون جنيه. مدفوعين بالكامل؟ طبعا يا فندم. بس حجم مشاريعكم اكبر من الرقم ده بكتير. طبعا، لكن لازم تعرفي سيادتك ان احنا بناخد قروض من البنك بتوصل ل90% من حجم العمليات بتاعتنا. امال يا فندم؟ وبتتعاملوا مع بنك ايه؟ احنا يا فندم بنتعامل مع بنك الانفتاح لانه بيثق فينا جدا وفي انجازاتنا. احنا شركه يا فندم سمعتها في السوق زي الجنيه الذهبي. في حاجه يا فندم؟ لا لا، بس نسيت دفتر الشيكات هذا. طب تمام يا فندم، احنا بنعمل حديث يا فندم مع الانسه لجريده الاقتصاد عن نشاط الشركه. عظيم عظيم. اديها كل المعلومات اللي هي عاوزاها. تحت امرك يا فندم. طبعا طبعا. مدحت بيه صاحب الشركه زي العسل. ورقبتيه المدة دي كلها من غير ما ياخد باله؟ يا خرابي، وشفتيه بعينيك الجوز دونوس سكت ازاي؟ صبرت ازاي؟ جالك قلبك ازاي؟ ده انا لو منك كنت طبقت في زمارة رقبته وسبته يمشي من غير زمارة. الموت مش كفاية يا فهيم، الموت ممكن يريحه. انا عايزاه يدوق اللي انا دقته، عايزاه احرق قلبه زي ما حرق قلبي. انا عايزاه يخش السجن وربنا يرزقه بواحد زي زكية وما يلاقيش اللي يخش عنه. اهلا سعاده البيت. في صندوق في شنطه العربيه، عايزك تاخده مع الاسطى محمود وتطلعه لزكي بيه فوق. من عناية. حاضر. يلا يا محمود. هنستنى كتير يا ست حنان، انا لسه عندي مشوار المرور هجدد الرخصه. الله، كريس انت متولي، ما قلت لك حوارك عن التاخير ده. هم مستنيين حاجه منك يا ست حنان. مالكش دعوه، بس اطلع ورا العربيه دي. ايوه بس انا لسه ورايا مشوار المرور. جريه متولي. طب انا هقول الفهيمة. لا هطلع. تعرف يا فهيمة لو اقدر اخش شركته في غيابه هقدر اعرف حاجات كتيره قوي عنه. بس ازاي ادخل؟ هي دي المشكله. المشكله انك انت عايزه تخش شركته من غير ما يعرف. يا ست ما هياش مشكله عويصه ولا حاجه. ازاي يا ست؟ سيب المساله دي عليا انا. بس انا عندي بقى حته فكره انها متجنن. ايه رايك لو اتعرفت على مراته وصاحبتيها؟ مراته؟ لا تعرف على مراته ده ايه؟ لا يا حبيبه قلبي، مراته دي سكه. اصل بقى الرجاله اللي من الصنف ده يبقى سره مع مراته. فانت بقى لو اتعرفت على مراته وجرجرتيه في الكلام هتقول لك على كل حاجه عنه. عيب ده، انا فهيمه. شعرك وتسريحتك يا مدام. ميرسي. ولبسي واضح ان عندك ذوق في كل حاجه. متشكره قوي. بس قولي انت لابسه اسود ليه؟ على جوزي. على باقي في حياتك. حياتك الباقي. متوفي بقاله كتير؟ بقاله سنتين. سنتين؟ ولسه لابسه اسود عليه؟ ده باين عليك ان مهنيكي قوي. كل واحد بيعمل باصله. تعرفي قبل ما نتجوز ما كانش يفوت ثانية من غير ما اسمع منه كلمة حلوة، وبعد ما اتجوزنا دايما في البيت قاعد ساكت كأني عايشة لوحدي. يا تعرفي يا ميرفت. اهلا، انا اسمي صافية نازل. تعرفي ميرفت، وانتي بتتكلمي كأنك بتتكلمي عني انا وجوزي مدحت بالظبط، واللي يزيد عليه ان كل دماغه في شغله كأنه هيلم فلوس العالم كلها دلوقتي. تليفون عشانك يا لازم سلامته واعتذر انه يجي ياخدنا. هو جوزك هيجي يوصلك؟ مش عارف، هشوف هيقول لي ايه في التليفون. استنى. لا طبعا مش موجود. قلت لك 100 مره لا. يبقى خلاص تشوفني يوم الخميس في النادي. كانها صدفه. اوكي باي باي. هو مين؟ جوزك. يا دي ماما اكل خشتها موت. سلامتك مدام. خلصت؟ خلصت.
خليني انا بقى اشوفك. ها انا باجي هنا كل يوم ثلاثة ان شاء الله. باي. يعني ما قلتليش ايه رايك في شعري مدحت؟ ايه مالك؟ في حاجة؟ ابدا، دي حاجة مش جديدة عليه. اوف اسف، اصل كنت بفكر في مناقصة وزارة الاسكان. انا وفرت لك كل اللي يخليك تعيش في اعلى مستوى، تقدر تقولي عايز ايه اكتر من كده؟ ما ترد. انا بشتغل علشان ما اسمعش منك الكلام ده، بشتغل علشان احقق ذاتي، عشان ما تقوليش انك انت اللي عملتيني. مهما عملت مش هتقدر تنكر الحقيقه دي. اسمع مدحت، لو استمريت معايا بالاسلوب ده انت اللي هتندم. النهارده الصبح وانا عند الكوافير في واحده قاعده تنزل في شعري ولونه، المره الجايه هيبقى بدلها واحد، ساعتها مش هعرف اعمل ايه. تصبح على خير. زي ما اتفقنا يا خفيف.
كده احسن عشان نعرف نتكلم براحتنا. نخش بقى في الموضوع. ايه ده؟ احنا لسه ما دخلناش يا مذكور بيه؟ مش خلاص اتفقنا؟ من ناحية المبدا بس، لكن التفاصيل محتاجة الكلام. مش هنختلف، خصوصا ان دي اول مرة اتعامل فيها مع الوزارة. طلباتك انك تدفع 150,000 جنيه وتكون المناقصة من نصيبك. لا 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 يا مذكور بيه، ده مبلغ كبير قوي، وكمان المناقصة مكسبها كبير قوي، مباني قديمة كلها خيرات، يعني انقضها هتغطي تكاليف ازالتها، وقبل مبلغ تفتحهولك الوزارة مشفي. انا هدفع 100,000 جنيه. شوية عم تحديه، ما تنساش ان المبلغ هيتوزع على 5 من اعضاء اللجنة. معلش هعوضها لكم المرة اللي جاية. انت عارف انا نفسي اخدمك، وانت عارف غلاوتك عندي قد ايه، علشان كده بعد العملية هيبقى لك كادو كبير قوي خاص بيك. طب في شرط تملي بنتمسك بيه. تحت امرك. الفلوس تدفع في الاول كاش بس كده. اتفضل يا سيدي. ما بلاش تتعب بنفسك وتخرج الفلوس، هات الشنطة كده كلها. غالي يا سيدي والطلب رخيص، الشنطة وصاحب الشنطة كمان. اتفضل. طيب استأذن انا بقى. طيب يلا بينا. اتفضل. الو، مساء الخير يا زكي بيه. اهلا بيك. واصل الفيديو؟ اصلي قلت ان التلفزيون الالوان لازم يلزمه فيديو ولا ايه؟ لو ليك عندي شويه افلام كويسين قوي. ان شاء الله بكره هفوت عليك في المكتب. في البنك. اصل بصراحه ليا طلب صغير عند حضرتك، عاوزك تريح لي الشيك اللي بقى بمليون جنيه بتاع المنصوره. وفوق كده بقى في خبر حلو قوي قوي علشانك. المرسيدس هتوصل بعد اسبوع. وايه؟ زيتي زي ما انت طلبت. ماشي يا زكي بيه، مع السلامه. يا ست بقى وعرفت لك اخبار مدهشه. انت عارفه بقى اللي ساكن في الفيلا اياها بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدير بنك بحاله. وعرفتي اسمه ايه؟ اللي عرفت. طبعا البنك يا ست اسمه بنك الفتوح. لا فتوح يا فريمه، بنك البنك المفتوح. بنك الانفتاح. صح، بنك الانفتاح. انت متاكده؟ ايه اللي متاكده؟ ده انا واخده الاخبار دي من وكاله انباء معتمده. بتقولي وكاله انباء؟ ايوه يا حبيبتي، بواب الفيلا هو اللي قال على الاخبار دي بنفسه. اصل المنيل على عينه وقف دباديبي. قال ايه؟ عايز يتاهل بيا قبل ما يفوتوا القطر. ما عرفتيش حاجه تانية؟ لا عرفتي حبيبتي، اخبار تجنن برضه. عرفت بقى ان الموقوس مدحت كل يوم والتاني يرش هدايا على مدير البنك وعيلته. ايش بقى التلفزيونات ملونه، وايش موكيت، وايش ورا بحائط من اللي بنشوفه في التلفزيون، وايش فيديو ثلاثه سكام ولا اتنين باليه. فاكراني؟ صباح الخير، ازيك يا صافي؟ صباح الخير، ازيك انت؟ اتفضلي اقعدي معايا، ده انا قاعده من الصبح زهقانه لوحدي. مبروك، ده انت ابتديتي تلويني اهو، لبستي احمر. لا وبيني وبينك وقعت حب كبير قوي. لا
يبقى خلاص بقى هتخش المصيعة ده وتتجوزي ها؟ ما افتكرش. ليه والحب وحش؟ محدش قال وحش، بس اخرته ايه؟ الحب حلاوته انه ما يبقالوش اخر. انا كنت فاكره كده زيك، لكن للاسف طلعت عايشه في وهم. انت ما تصوريش انا عملت ايه عشان خاطر مدحت جوزي. ياما وقفت جنبه. كل اللي وصل له ده بمساعدتي انا. هو انتوا اتجوزتوا عن حب؟ ايوه. بس هقولك على سر يمكن تستغربيه. قبل ما اتجوز مدحت جوزي كان متجوز واحده الظهر اي كلام. عملت عامله مهببه دخلتها السجن. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي في الاول. وكل ما اساله عليها يقول لي عيانه. ولما عرفت الحكايه دي هي اتواجهته بيها. قلت له يا تتجوزني دلوقتي حالا يا اما مش هتشوف وشي تاني. قولي لي يا صافي، هو ما قالكيش هي دخلت السجن ليه؟ لا انا ما سالتوش. طب مش يمكن مظلومه؟ مظلومه ايه بس؟ بقول لك رد زبون. وكان عنده منها اولاد؟ لا، بس في يوم من الايام كانت عايزه تلزق له عيل، انا خليته ما يعترفش بيه. وعرفتي ازاي انه مش ابني؟ عايزه تقولي ان واحده دخلت السجن يبقى عندها اخلاق. عندك حق. انا لو من جوزك لازم اعمل لك تمثال، ولو ما عملكيش التمثال يبقى ناكر للجميل. يا ريت تقولي له الكلام ده عشان يقدر. اول ما هشوفه هقول. خلاص هو زمانه جاي دلوقتي، اصل النهارده هيسمع خبر هيفرحه قوي. ايه خير؟ دي مناقصه هترسي عليه، اصل مدحت جوزي بيحب الشغل جدا. الحقيقه كان نفسي استنى واسلم عليه بس مش هقدر لان عندي ميعاد مع الجو، ولما بتاخر بيزعل مني قوي. لو حق طبعا. لا باي باي. باي باي. خلينا نشوفك عشان نرجع. ان شاء الله. باي باي. باي. طيب ليه ما اتصلش؟ جوه في اوضه المكتب يا فندم. في اوضه المكتب؟ ايوه يا فندم. من امتى؟ من حوالي ساعه. طب روحي. ما تقول حاجة. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ سايبني مقطوعة في النادي مستنياك وحضرتك قاعد لي هنا؟ وكمان مش عايز ترد؟ طبعا، ما سيادتك داخل على المليون، لكن أنا مش ممكن أستحمل الحال ده، أنا لازم. كفاية بقى! كفاية! كفاية! أرجوكي، أرجوكي سيبيني في حالي! أنا مش قايلك. يا سلام، يا ترى إيه السبب المرة دي؟ ولا عشان خلاص مارست عليك المناقصة الدنيا مستيعاه؟ مناقصة؟ المناقصة طارت. طارت يعني ايه؟ انت مش كنت مالي ايدك منها؟ ودفعت 100,000 جنيه رشوة. 100,000 جنيه. وفجأة بعد ما رست عليا اتسحبت لمكتب النائب العام. وكل اعضاء اللجنة تحولوا للتحقيق. ما هو انت برضو اللي غلطان يا مدحت. 100 مرة قلت لك ما تمشيش شغلك بالطريقة دي. لما بتسلم مرة بتقع في التانية. أنا طول عمري بمشي شغلي بالطريقة دي، لو ما عملتش كده هبقى غبي، وشغلي عمره ما هيمشي. ما ديك شفت النتيجة اهي. النتيجة مش طبيعية، أكيد، أكيد حد عرف حاجة وبلغ. بلغ؟ ساعة البيت، في بوكيه ورد جه لحضرتك. بمناسبة إيه؟ تعيش وتاخد غيرها، معناه إيه ده؟ تلاقيه بعت واحد من اللي كسب منك المناقصة. أنا رأيي ولا يهمك، انسى الموضوع خالص، خليهم يحسوا إن أنت ولا همك حاجة. إيه رأيك؟ تيجي نسافر نتفسح في أوروبا؟ أنت إيه؟ ما بتفكريش غير في نفسك ومزاجك وبس، أنت إيه؟ أنا خلاص زهقت، عيشة تأثر العمر. كان عندك حق لما قلت لي تعرفي على مراته. اما طلعت حته ست ايه حقيقي ما جمع الا موفق. ايوه كده، خليها تاخد لك بطارك منه. طاري؟ طاري انا اللي هاخده منه ومنها وهتشوفي. يخرب عليك يا عادل، انت ما بتتكلمش جد ابدا. واحد لا ضحك اليومين دول، ده بكره مستنوده بالدولار. على رايك يا اخي. صباح الخير يا صافي. اهلا. ازيك يا ميرفت؟ عادل زميلنا في النادي. ميرفت صاحبتي. اهلا. ما تقعد يا ميرفت. قومي بينا نتغدى في حته هاديه. والله فكره، بس على شرط ميرفت تيجي معانا. وجوزك؟ ماله جوزي؟ لو شافك
لو شافنا نقول ان عادل خطيبك. طيب ولو الجو شافني؟ خلاص نقول ان عادل خطيبي انا. معلش يا صاحبي مره تانية لاني جاي اقعد نص ساعه وعندي معاد. اخصى عليك. طب يا عادل خلاص مش هقدر اجي معاك لوحدي انت عارف. طيب زي ما انتوا عايزين همشي انا عشان عندي رحله كمان ساعتين. اوكي باي باي. اسمع ما تنساش تجيب لي حاجه حلوه. احلى منك مش هلاقي. باي باي. باين عليه شاب لطيف قوي. فعلا دمه خفيف اهو بيخفف عني الهم اللي انا شايفاه اليومين دول. جوزك برضو؟ ايوه يا ستي واليومين دول عنده مشروع كبير وطول النهار والليل سايبني وقاعد مع مدير البنك لما خلاص طهقت. ما هو كله برضو عشانك يا صافي. عشاني انا؟ لا مش عايزه طهقت. صباح الخير يا بنتي. من فضلك اوضة المدير. اتفضل. شكرا. مع السلامة. أنا تحت أمرك. الحقيقة أنا كنت جاية بخصوص قرض بنص مليون جنيه. لأني داخلة مشروع هيزيد عن مليون جنيه. مشروع إيه يا فندم؟ إنتاج بيت ودواجن. يا ريت سيادتك تعملي لنا مذكرة تفصيلية بالمشروع وطريقة تمويله والضمان. ضمان؟ ايوه عقارات مثلا سندات. حضرتك طبعا عارف. غريبه مع ان مدحت ابن اختي قال لي غير كده. مدحت مين يا فندم؟ المهندس مدحت عبد الفتاح. ما هو اللي وصاني اجي لسيادتك وقال لي اني حاضر اخذ من البنك قرض من غير اي ضمان. مش ممكن قوانين البنك لا يمكن تسمح بحاجه زي كده. معلش القوانين خليها على جنب شويه. انا مدحت مديني فكره وانا جاهزة تحت امرك. تحت امري في ايه؟ انا هدفع زيه واكتر. يا فندم مفيش كلام زي ده هنا. والمرسيدس الزيتي والشيك ابو مليون جنيه اللي متحول من فرع المنصورة واصلا ملوش رصيد ومركون بقاله شهرين واكتر. ما حصلش ده كد كد كده. يبقى انا هبلغ النيابة عن مدحت لانه اداني معلومات غلط ولانه شوه سمعة راجل شريف زيك. ازاي تقول لخالتك الكلام ده؟ بقى ده جزاء اني خدمتك. عاوز توديني في داهيه؟ خالتي مين؟ انا ماليش خالات. امال الست العجوزه دي تبقى مين؟ وايه اللي عرفها اللي بينا؟ انا ما فتحتش بقي قدام اي حد. مراتي نفسها ما تعرفش. يبقى في حد شم ريحه الموضوع. عشان كده المليون جنيه لازم ترجع يا مدحت والا هيكون مصيره ومصيرك السجن. الفلوس دي لازم ترجع في بحر 48 ساعه. فاهم يا مدحت؟ قولي لي اتكلمت مع مين عن حكايه القرض اللي اخدته من البنك؟ انطقي. قرض ايه وبنك ايه؟ انا ما عنديش فكره عن شغلك خالص. امال مين الست العجوزه اللي راحت لمدير البنك دي؟ مين؟ انطقي كلامي. انا عارفك لسانك طويل وما بيسكتش. لا انت زودتها قوي. ظهر نسيت انا مين. خلاص خلاص هيتخرب بيتي. ايه الحكايه يا مدحت؟ انا اصلي اخدت قرض مليون جنيه من البنك بدون ضمانات زي العاده وبسدد براحتي وحطيت كل الفلوس في مشروع المدينه السكنيه ونتيجه اللي حصل ده لازم ارجع المبلغ. خلاص ما ترجع. منين؟ بقول لك صرفته كله على مواد البنا ورمي الاساس. يعني علشان ارجعه لازم ابيع حاجات كتير جدا وباي سعر او اشهد افلاسي. عاوز اعرف مين اللي بيعمل فيا كده؟ مين اللي من مصلحته اللي حطمني؟ اكيد واحد من اللي انت حاولت قبل كده هو تخرب بيوتهم. تفتكر هيسيبوك؟ طب ازاي؟ بيعرفوا اسراري ازاي؟ سنة عباس. حاضر يا فندم. من مين؟ مع اطيب تمنياتي بالخراب والدمار. مين اللي جاب الواد ده؟ المرة دي واحد تاني يا فندم. ما سألتش هو مين؟ مهر محل؟ مالش يعني ايه؟ اي حد يجيب اي حاجة تاني لازم تسأله منين ومن انهي محل. حاضر يا فندم. روح ما تنرفزش نفسك. تعال نفطر. ماليش نفس. اخ
يا رجلي طول النهار نلف في الشوارع نحب بعض. معقولة؟ ده حب تلامذة ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ هو عايش مع اهله وانا عايشة مع خالتي زي ما انتش عارفة. طب اللي يحللك المشكلة دي ازاي؟ ايه ده؟ ده مفتاح الشقة بتاعتي، كنت بأجرها زمان مفروش، لكن دلوقتي بتنفع. انتي رأيها قوي يا صافي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي، بس أنا خايفة تكوني محتاجاه. لا اطمني، قدامك كل أيام الأسبوع، ما عدا السبت والحد بالنهار. حاضر. قلت لك عايزة أطلع يعني عايزة أطلع. وأنا مش هطلع. يعني إيه؟ مش طايقاك يا أخي، هتعيش معايا بالعافية بكرهك يا بني آدم بكرهك. مش مهم. امال ايه عندك المهم؟ المهم انك تفضلي مراتي، انا راجل اعمال وطلاقنا ممكن ياثر على سمعتي ومشاريعي في السوق. الا اذا ايه يا بيه؟ دفعتي لي 100,000 جنيه. ايه؟ مش هدفع لك مليم واحد. خلاص بلاش، انا شخصيا مش متضايق. استني بقى لغايه ما ازهق واطلعك بدون مقابل، او انت تزهقي وتدفعي لي 100,000 جنيه. مش فاهم ايه اللي خلى شركتكم تغير موقفها بالشكل ده. احنا مش اتفقنا ان احنا ناجل سداد الكمبيالات دي؟ والله انا مش داخل الموضوع ده. عندك رئيس مجلس الاداره حضرتك تقدر تتفاهم معاه. انا ما عليا غير اني اعمل سيادتك وبعدين اتخذ قرار العكس. طيب مش ممكن يعني تدوني فرصه اسبوع؟ اسبوع واحد؟ احاول اتفاهم مع رئيس مجلس الاداره. البركه فيك انت برضه يا استاذ احمد. وانا مش هسألك الجميل ده ابدا. اسبوع اسبوع بس ادبر نفسي. ربنا يسعدك. ساعتها هيكون لك عندي كادو، كادو كبير قوي قوي. واو. مع السلامة. شرفت يا سلام. أنا اسماعيل بيه. أنا اسماعيل بيه بس ما اتفقناش كده. في شرط جزائي أيوه في العقد، لكن حضرتك عارف الظروف؟ يا اسماعيل بيه تصرف زي ده هيأثر كتير على موقف الشركة المالي. بس ده انهيار بالنسبة لي يا اسماعيل بيه. اجيب لك فلوس منين؟ انت ناسي اللي اخدته ونكرته؟ انا مستعد المره دي اكتب لك كميالات شيكات وصولات امانه. الديانه يحجزوا على الشركه يا صافي. الشركه دي انا ماليش دعوه بيها. انت ناسي ان انت عملتها بمجهودك؟ زي ما كانت بتاعتك وهي مليانه فلوس، اشربها بقى وهي فلسانه. من النهارده هتبقى كل حاجه بشرطك. هكتب لك نص الشركة، مستعد كمان اخليكي مدير عام الشركة. عن اذنك انا مش فاضيه. رايحة فين؟ عندي ميعاد مع واحدة صاحبتي. هي حكاية الخروج الكتير اليومين دول. بحاول اخرج من الجو الكئيب اللي انت معايشني فيه. عن اذنك. Thank you.
مش قلت لك اي حد يجيب ورد ما تسيبوش يمشي الا ما اشوفه بنفسي؟ انا لقيت البوكيه بره قدام باب الفيلا في حته البيت. روح مين؟ لازم اعرف مين؟ مستقلتك انت كمان؟ لا يا فندم، ده واحد دهون دلوقتي جالي، ده مهم جدا عشان حضرتك. طب روح انت. لقينا الحياة لعبة. انت غلطت. عايز تقول ايه؟ اوصل. ما تقطعنيش! مش معنى اني هادي ومتماسك قدامك اني ما جواهيش بركان بيغلي. انا جوايا وحش عاوز يدمر كل شيء. خسرت كل حاجه، كبريائي، كرامتي. لكن انا اتعلمت ان اي خساره خساره لازم احولها لمكسب، ولو حد ادنى من المكسب. انت دلوقتي ما تقدرش تعمل لي اي حاجة، فات الوقت ده خلاص. بس لازم تفهم حاجة مهمة، اني بكرهك وانت اللي كرهتني فيك. اهملك ليا، جريك ورا الفلوس، عدم احساسك بمشاعري، وانا ياما حذرتك قلت لك طريقتك دي معايا هي اللي هتوصلني لكده. ودلوقتي انت عايز ايه بقى؟ ما تطلعني تحافظ على كرامتك. ابقى غلطان لو عملت كده، لانك هتتجوزي عشيك زي ما اتجوزتيني قبل كده. بس انا اقوى من اني اموت زي جوزك الاولاني، واذكى من اني اديك الفرصه دي. احنا هننسى اللي فات، الزمن هينسهولنا، لان اهم حاجه عندي دلوقتي موقفي اللي انا فيه. شركتي مديونه، موقفي المادي منهار، يعني هيشهر افلاسي في خلال اسبوع. وانا دلوقتي محتاج 250,000 جنيه علشان اعدي الظروف دي واقف على رجليا من تاني. اظن ان اقل حاجه تعمليها وانت في موقفك ده انك تدفعي المبلغ ده، ونحاول نحاول نبتدي من جديد. انا عمري في حياتي ما شفت انسان زيك. انا بستخسر كل لحظه قضيتها معاك، بكره كل حته في جسمي لمستها في يوم من الايام. حضرتك عايز ايه؟ تستغل الموقف ده وتكسب مني؟ لكن بعينك انا اللي هسيبك ومش هدفع لك ولا مليم. انا اللي هطلع واقول للناس كلها انك ظبطتني مع عشيقك وسكت. هفضحك، مش هتهمني تفضحتي. انا المهم عندي دلوقتي ان انا اشهر بيك، لاني بحتكرك. فهمت؟ انا بحتكرك.
مش فاكرة، ما كنتش بعد الأيام اللي فاتت. طب ليه ما حاولتش تتصلي بيا؟ أنا كنت محتاج لك قوي يا حنان. تصوريش أنا ندمان قد إيه على اللي عملته في حقك. حاسس إن ربنا بينتقم مني على اللي عملته فيك. أنا كنت طول عمري محتاج لك يا حنان، بس دلوقتي أنا محتاج لك أكتر وأكتر. يا ريت تنسي اللي فات وتستنيني لحد ما أخرج. أنسى اللي فات؟ ياه، ده أنت ما قدرتش تستنيني سنتين، عايزني أستناك 15 سنة. أنا جيت هنا علشان أشوفك في مكانك الطبيعي، في المكان اللي يستاهل إنسان زيك. طبعا عرفت دلوقتي مين اللي جابك هنا ومين اللي كان بيبعتلك الوعد.